بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بحلول الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران والعتق من النار. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الجنة ودخول من باب الريان، وأسأل الله العلي العظيم أن يرزق أو يرزق كل من له أمنية أو له رجاء عند الملك. ونحن في شهر كريم لرب كريم، فالدعاء فيه عظيم، وأسأل الله العلي العظيم من فضله الواسع فأنه هو الجواد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.